أيها المواطنون السوريون، أهلا بكم في سباق جديد للانتخابات الرئاسية. فريق المرشحين والمؤلف من 51 شخصا سيخوض المنافسات للوصول لمرحلة الحسم. والآن نصل لمرحلة المحكمة الدستورية والتي يفشل فيها معظم المتسابقين. إذن لم يتأهل سوى متسابقين اثنين فقط، هما عبد الله سلوم عبد الله والمعارض السابق محمود مرعي، وسيواجهان في المرحلة الأخيرة فريق نظام بقيادة بشار ومعه الجيش والشرطة وفروع الأمن ومؤسسات الدولة ولجنة الانتخابات. فمن سينتصر يا ترى؟ نظام بيبس راسه وبده يعمل انتخابات رئاسية ومفارقة معه انهيار البلد، ومعارضة خارجية مشتتة بالولاءات لدول بينها صراعات ومشاكل. وعلى قولة المثل، شو جابرك على المر غير الأمر؟ فأملنا الوحيد الباقي على المعارضة الداخلية لتوقف وتقول لا لا لا, لا للانتخابات الباطلة. كحزب الشباب للبناء والتغيير، نحن كحزب طلعنا بيان اليوم. حلو كتير، بيان يعني موقف. اجري بحديثك. وما قدمنا مرشح لأنه نحن على يعني علم سلفا بالآلية اللي بدها تصير، آلية الترشيح بالبرلمان كنا ضدها، فكيف موضوع الانتخابات؟ واو، بصراحة موقف مميز وجريء لحد عم يحكي من جوا سوريا. كملي يا ست بروين كملي، الظاهر رح صير من فنزاتك. مرشح لحزب البعث اللي هني بيملكوا الكتلة البرلمانية الأكبر، والمستقلين اللي حزب البعث جابوهم للبرلمان. الله أكبر، هذا هو الكلام اللي صار لنا زمان عم نحكي فيه. النظام مسيطر على كل شيء بهالبلد والانتخابات مهزلة. لا حدا يزود علينا بالوطنية، لأنه مواقفنا كأحزاب وكقوى معروفة من بداية الأزمة بسوريا إلى الآن. إيه الأزمة؟ يا ستي كرمال موقفك هذا رح نسميه أزمة ومؤامرة، بس انطقي هالجوهرة كرمال الله. اصرخي بأعلى صوت وقولي. طبعاً نحن بدنا نطعن بكرة بالمحكمة الدستورية إنه في حدا من الشخصيتين ما حقق هذا الشرط وكان مقيم برات سوريا من 2013 لل 2014. لحظة تعي لهون. هاي أول شيء أنفولو لصفحتك. خيبتي أملي فيه. لكن كل مشكلتك مع الانتخابات إنه في مرشح مخالف للشروط التعجيزية يلي حتى النظام. ما عندك مشكلة إنه الانتخابات تصير والبلد مقسم والوضع الاقتصادي منهار ونص الشعب برا. لك ليكون غيراني من محمود مرعي لأنه رشح حاله وانقبل، ورح يصير مشهور أكثر منك يا ظرفان. بس بدك الصراحة، نحن كمان تفاجأنا إنه كيف النظام قبل بترشيح واحد محسوب على المعارضة. يا ترى كيف هيك؟ الدولة السورية والجيش السوري يسيطران على حوالي 90% من الأراضي السورية، إذن جزء من محاربة الإرهاب تم القضاء عليه بفضل الجيش السوري والحلفاء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله والحليف الروسي من خلال القوى الجوية. كل ذلك تم إنجازه على الأرض ميدانيا، وما زال نصر الحريري يقول رحيل الأسد. إيها يا هيك المعارضة يا بلا، هو صح مؤيد لكل شيء بس معارض. بعدين يا أستاذ نصر، وين بدك رحيل الأسد وإسقاط النظام؟ هذا اسمه تخريب للبلد، ما اسمه معارضة. نحن نرى أن هناك ضرورة لوحدة كافة أطياف المعارضة ضمن بوتقة واحدة، وهي من أجل إسقاط النظام في سوريا. أشكرك. ها شفت يا نصر الحريري، ما بيصير الطالب برحيل الأسد، إذا بدك الطالب فطالب بإسقاط النظام مثل محمود. والله يا أستاذ محمود مرعي، الظاهر إنك جربت تلعب مع فريق المعارضة فما عبروك، قلت لحالك برجع على البلد وبلعب مع فريق النظام. كمان ما لقيت مكان. بالأخير ما حب النظام يكسر بخاطرك فخلاك تلعب بفريق معارضة الداخل. نحن كمعارضة الداخل أوضحنا هذا الكلام ببيان مفصل، بأنه نحن بنعرف مين بدنا ننتخب، وبنعرف مين بده ينجح، وبنعرف ليش عم ننتخب هذا الشخص، من هو حاليا نقطة الارتكاز. نعم. ونقطة الثقة داخليا وخارجيا بمعلومات الراهنة، عاجز أنا وغيري عن الإحاطة بالملفات
يلي رأس الدولة السورية محيط فيها. لك يعني يا للنظام على هيك معارضة لو صحت لكيم جونغ ما كان قال لا. يعني أنتوا مع بشار والجيش والروس والإيرانيين وكل شيء بيكون ضد النظام هو إرهابيين، لكن أنتوا شو عم تعارضوا؟ الفساد؟ ما بشار أول محارب للفساد حسب المؤيدين، أو بتعرفوا؟ سموا حالكم مؤيدين الداخل وفرطت يا عرب. بس بالله سؤال أخير، أنتم فاكرين أنه النظام شايلكم من أرضكم؟ طبعاً نحن لدينا عتب على الحكومة السورية، نحن في عنا مشكلة أنه نحن الدولة السورية لا تعترف بنا كمعارضة الداخل. الدولة السورية عندما تخصص جزء من الميزانية السورية لدعم المعارضة الوطنية الداخلية هذا أمر طبيعي. كثير من المحطات الإعلامية لا تتجرأ أن تتعامل معنا وأن تنشر ما نقول. الدولة محتكرة بالسياسة للاقتصاد، محتكرة كل شيء. نحن نتعامل في سوريا على مسؤوليتنا وأمننا الشخصي، ونحن حين نحضر في الخارج ممكن أن يكون تأثيرنا أقل عن وفد الرياض أو سواه من المعارضات. المعارضة الوطنية الداخلية ما أنا مشاركة بأي شيء السلطة. مشكلة، نحن ذهبنا إلى جنيف لكن لم نستطيع أن نحضر في أي مكان. أعطينا مبادرات. أنا بعطيك مبادرات. منا كثير مبادرات. مثلاً هلأ في حرائق، هلأ في حرائق بكثير من المناطق. أنا أشتغل إطفائي. يا سيدي لو تحولوا أحزابكم المعارضة بالداخل لمقرات إطفائية لبيطلع منكم فائدة أكثر من هالمسرحية يلي عم تعملوها. أنتوا ما رح تستوعبوا أنكم بالنسبة للنظام مجرد ديكور؟ ديكور بيعرضه للدول اللي برا، بس بعمركم شفتوا شي ديكور بيتدخل بقرارات البيت؟